قعدت مدة وما نحبش نقول قعدت في ساعات، لا قعدت ست شهور حاولت نوصل لعمل فهمنا على حاجات فهمت على كونترا ما لقيتوش. لا هو ما تفهمنا على مناني، مش مناني بلوتو معناتها قال لي يجي تو نعملوا هكا وهكا 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 فهمت. دونك ما فما حتى شيء. دونك انا شو قاعد ندير الكونترا هكا وهكا ومو فلوس كونترا ولا اللي قلتوا انت في هكا وهكا. لا نحن نقول لك حاجه، نحن الصغار كنا نلعبوا 17 18 ما نشوف ما نلوجوش على الفلوس. اعطيني نحن نلعبوا في الغازون هذاك شفتوا إيه شنو هكا وهكا تقول لي هكا وهكا هكا اش معناها هكا باغ اكزومبل يحسن لك ظروف داركم حاجه هكا اكزومبل ما خاطر انا ما زلت باباك يتوفى فهمت. وليت انت راجل الدار اي ما حاجات صغار فهمت كيفاش. ما نقولش ما نلعبوهمش ولا حاجه، ليه ما صاروش ما صاروش، يمكن هو في باله باش يصير بعد مدة فهمت. وانا مع الكونتاكت مع قلت لك حسين راقد مع واحد اخر معناتها انا جون في فرنسا هو شاف لي الكونتاكت مع كريتيري فهمت. دونك جات في صافي تاع الحكايه ديفيزيون 2 كانت كريتيري مشيت لكريتيري عاودت 6 شهور عاودت رجعت لفرنسا مره اخرى معناها رغم اللي قلت لي ندمت كي مشيت ما قعدتش 6 شهور. انا قعدت جي ذاك لعبنا معناتها لعبت ما لعبتش في تور في الماتش الاهلي اللي خسرناه ما عرفتش كان تاعك عملنا 0-0 غاديك وخسرنا هنا عملنا 1-1 هنا الماتش هذاك اي هكا ومن بعد فهمت صحيح. تفهم اليوم الملاعبيه تو نشوف فيها برشا مثلا صارت قبل برمضان والا الفادع حتى الشهاب العبيدي نتاع كل يوم. تفهم الملاعبيه اللي عندها طموحات تمشي لاوروب كيما عملت انت؟ والله انا توا الطموحات خلينا نقول لك حاجه، لازمك تمشي توا كيفاش تمشي تمشي الفريق اللي تعرف لونتونور نتاع الكيف هذيك يمن بيك تعرف روحك باش تلعب سينو زيد معناتها بور بروليه لي زيتاب هكاك زيد اعمل في الجمعيه نتاعك غلطت انت وقتها حط في الجمعيه نتاعك اعمل ايدونتيتي نتاعك تو يجيو يشريوك من بعد برشا فلوس وتمشي معناتها معزز مكرب. انا نشوف الفلوس اللي دفعوها فيك تفرضك انت باش تلعب في التشكيل فهمت. انت غلطت وقتها انا كنت غلطت. انا شو نقول كي مشيت ماني نقول لك ديما نقولوا صغر وديما نقول مال انكادري هذا هو فهمت كيفاش. دونك ساليف خاطر واحد ما غلطش في العمر هذاك وقتاش باش يغلط ما عاودش كلمك وقتها سليم كعاودت هربت مره ثانيه؟ لا ليك هاو تقابلنا من بعد تقابلنا من بعد عيط لي جسمه سي نبيل معلول عيط وقتها مع روجي لومير عيط لي كي ناسيونال. دونك تقابلنا في نوز الحديقه تقابلت معاه والحقيقه نتاع ربي كل واحد ياخذ حقه. ومن بعد ما نقولوا اونتر بارونتيز بساعات مره ثانيه تقابلت معناتها حكي معايا جونتيمون ما حكيليش على الموضوع ما تغشش عليك نو ما نغشش علي حقيقه نتاع ربي ما تغشش عليا. ومن بعد قابلته حكينا معناتها عادي ما قاليش راه هكا واش بيك عملت هكا وفات الحكايه معناتها فهمت. رغم اني برشا ملاعبية وقتها ما حبهمش يخرجوا كما ظهر لي حتى بعد برشا ملاعبية واش عمل لهم بعد من بعد ما مشيت المشيه نتاعي انا عملوا معناتها اللي باش يلعب في السنيور لازم يصح 5 سنين جا من بعد جينيراسيون نتاعي توا كي نقابلها يقول لي شرتك انت يمين شرتك انت فهمت. دونك باش تلعب في سينيور لازم تعمل كونترا دو 5 اون وتراز دون حاجه. كيفاش كانت الاكسبيريونس في كريتيري؟ والله الاكسبيريونس في كريتيري بالنسبه لي انا باش نقول لك متوسطه. لا باهي لو بروبليم شنو اللي صارت لي معناتها بليسيور خايبه برشا وقت انا كنت مع 2004 كان 2004 كنت نجي مع لومير عمل ديجا بريباراسيون معاهم عملت دي ماتش معاهم ماتش ومن بعد جاتني بليسيور خايبه اللي هي قبل كان اللي هي عملت فراكتور بيروني وميم طون فراكتور الماليول. دونك قعدت 9 موا ولا اكثر الاصابه عطلتك شويه الاصابه مع اصابه خايبه اللي انا عامل دوبل ليغامون كروزي في ساقي اليمين فهمتك مرتين عامل ليغامون كروزي وفي اليسار عامل فراكتور بيروني وماليول الفراكتور دو ماليول فهمت. علاش بعد ما ظهر لي تيست في فاينورد هكا بعد كريتيري هذا الموضوع يمكن انت اي مشيت لفاينورد الموضوع هذا شنو لا يمكن انت قبيل ربطت لي بحاجه اللي قلت لي اوكوشا مش هذا الموضوع خاطر نفكر قلت حاجه لا الموضوع هذا مش هذا اللي انا مشيت كيفاش مشيت لفاينورد باش نعمل تيست لعب معايا واحد في كريتيري هي كريتيري غاديك في ديفيزيون 2 اش معناها ديفيزيون 2 مكتب ديما في خطرية في باريس وديما تقعد باريس في ضواحي باريس هي كريتيري 94 خطوه في خطوة. والناس الكل يكملوا الفان كارير نتاعهم معناتها كيما نحن نقولوا يمشيوا لبيت جولف مثلا ولا حاجه هم يمشيوا يلعبوا ديفيزيون 2 في كريتيري تحب ولا تكره ديما سي باري نقولوا فهمت كيفاش. دونك لعبوا معايا دي ستار دي ستار تاع فرنسا جو معناتها بوراتو ستيفان بوراتو الجول كازاغراند الجول ما عرفتش كان تعرفوا باتريك بلوندو ماركو ليبرا اسامي كبيره كانت
اسامي كبيره معناتها مش في في فرنسا. فهمتك. لاعبين في مارسيل جاي يلعب معنا واحد اسمه غادولو تشو. غادولو تشو سان رومان هذا لعب ديجا 98 مع رومانيا، كان في موناكو، هو كان يلعب في ميلان باش ايدينيزي موناكو مشى للكريتي. وانا جيت جون معناتها صغير كي جا معنا حب لي فيزا فيزا شافني هكا عيط لي فينومين معناتها ديما وين العلاقه نتاعي انا وياهم بعضنا ديما، هو يلعب نفس البوست انا اتاكون واتاكون، اما حسوا معناتها بالحق عمل كان يسوتينا كبير برشا. ثم نهار ما بروبوزي قال لي تمشي لهولندا واحد، وانا ديما نقول لك راني شتي مالون كادري هذيك المشكله. تمشي قال لي جو تي بريزونتي راني كالكان اسمه مينو رايولا. مينو رايولا هذا انا ما نعرفوش. محاضر داسي مسيح. انا ما نعرفوش مينو رايولا ما يعرفوش بوم ما نعرفوشكم ما يعرفوش، اما وكيل لاعبين رقم واحد في العالم اللي عنده ابرز لاعبين اليوم في العالم. مشيت يا سيدي كيما عندي توا ترا باريس امستردام، مشيت قابلت في بيت لوتيل نهارتها، ومن غدوه جاني واحد اسمه فابيو هذايا معناتها هزني الدار. مشيت ديما انا راني اش معناها ما يهمنيش فيه هنا، ما حتى باش تقول لي مينو غيولا بالنسبه انا ما معيني حتى شيء، عندي قضيه بيه باش نقضيوها ويمشي على روحك. خاطر مانيش انا ماشي با لا باج برشا غاديكا وشكون لي زاجون وكذا. هو كان السيد باش يهزك الفاينورد هذا ولا شو؟ مشيت انا خلي نقول الفاينورد، كي قال لي تمشي الفاينورد تعرف ديما نقول لك مالون كادري، قعدت جمعتين ما عملنا حتى شيء. فيها كريم السعيدي وقتها ولا مازال؟ فيها كريم السعيدي. فيها كريم السعيدي. مشيت انا خويا هزني الفاينورد، أول حاجة مشيت بعدها هزني للدار، قلت فابي غدوة الصباح مشيت للدار، دخلت للدار الراجل، نلقى واحد كوستو هكايا، بيرو كيما هذايا، ونشوف في لي تابلو فما نيدفيد، ليتمانن، إبرا، وقتها ميدو مش معاه مازال. لي ستار نتاع العالم تقع. بون قعدت معاه، يحكي لي اللغات الكل. أي. وحكي لي حتى حكيته شنو هو كان يعمل بيتزا، هو كان يبيع في بيتزا. فهمت. بيروجي وتر شنو هو بشوية معناها. هكا هاو. مشيت هزني فاينورد، وقت الفاينورد فيها كريم السعيدي كالو، هذاك عبد كالو الليبوريان الصغير لعب في تشيلسي اسلام عرفتوش كالو سليمون كالو قال لي سجوين. فهمت هكا مشيت هزني كي مشيت انا لونترينمون نتاعهم سي انتونس انتونس، وانا قلت لك عندي جمعتين قديش هربت من لونترينمون وين ليه ما هربتش من لونترينمون مشيت سيلي ديشيرور التالي في اسكيو جومبي ايه واضح في ديسكيو جامبي تسير دي شوية هوب معناها كنت صح في فاينورد باه يعطيك صح. اما انا ثم حاجه حلقه ما في باليش بها الحلقه اللي فقت بها من بعد ما نعرفش كان تعرف انت لي زاجون الكبار في العالم هذوما يجم يصحح لك من غير ما تعمل تيست، معناها تدخل للتيران يشوفوك ابري تو ماكش خايب فهمتك صح، البريزيدون عنده كونفونس في الاجون والناس تاكل يا اوبا ثم فورميلا اخرى يعملوها. فهمت كيفاش؟ دونك انا وقت ما في بالش ما قاليش هكاك لي انا كنت باش نقعد 3 جوك 4 جوك في الصحه ديريكت. فهمت كيفاش؟ دونك كل الغلطه وين اللي عملتها؟ الغلطه اللي انا كي قالوا لي باش نمشي الفاينورد انا في فكرتي ما مشيتش لونتر مصايب معناتها ما مشي قعدت جمعتي ما في حتى شيء. فهمت هكا نتاع الصغر ديما نقول نتاع الصغر فهمت معناها ديما تضيع فرصك برشا باش تعمل ليه ما هذيك هي اسمعني صافي بارتي دو جو هذيك هي اللعبه فهمت لازم تقبل الباهي والخايب فهمت كل حاجه كاتبه مش كاتبه فهمت وقتها طاحت الصفقه في الماء رجعت الترجي هكا كان خلينا نقول لك كمل لك عاد انا ما نعرفوش ما نعرفوش